بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد ان شاء الله وحلقه جديده، يا رب تعجبكم. عاملين حاجات ظريفه جدا وشكلها حلو وطعمها بقى فظيع. هنبتدي اول حاجه وهنعمل فته الفراخ بالزبادي، سهله بشكل وطعمها لذيذ جدا، مكوناتها بسيطه قوي وطعمها خطير. وتاني حاجه هنعمل طاجن بتنجان باللحمه، برضو تحفة جدا وسهل قوي وشكله فظيع، هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. واخر حاجة هنعمل حاجة اسمها تراب الملوك، حاجة حلوة بسيطة مش قادرة اقول لكم بقى، سهلة جدا برضو وسريعة جدا، تقدري تعمليها على طول وطعمها فاخر من الاخر. ماشي ماشي يا استاذ طه، استاذ طه بعت عليا بقى المرة دي. اول حاجة هنقول مقادير فتت الفراخ بالزبادي. بصوا يا شباب، انا معايا عيش شامي او عيش لبناني، تمام، متقطع ومتحمص او متحمر في الزيت براحتكم اللي انتوا عاوزينه، بس هو طبعا لما يشد حلو شويه كده في الفرن هيبقى احسن. عايزين تحمروه في الزيت مفيش اي مشكله، زي ما انتوا عايزين. انا عندي هنا هي كميه من العيش متحمره وجاهزه، ومعايا 3 كوبايه من الزبادي، الكوبايه الصغيره اللي احنا بنتعشى بيها بتاعت الزبادي دي عايزه منها 3، تمام. ومعايا كمان كوبايه من اللبنه، اللبنه طبعا هتعمل طعم تحفه جدا، لكن لو مش متوفره عندك خلاص احنا هنستغنى عنها وهنركز في الزبادي بس، تمام. ومعايا ملح وفلفل، معايا فصين من الثوم المفروم، وشويه زيت زيتون او زيت عادي، بس زيت الزيتون يا ريت هيبقى افضل، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من الطحينه، ومعايا فرخه او وراك او صدور، اي حاجه عندك هتكون متفصفصه كده ومتقطعه نسايل بس تكون كبيره شويه، مش نسايل رفيعه قوي، تمام. ومعايا طبعا رز بقى، رز ابيض مسلوق عادي خالص بشوربه الفراخ. ومعايا بقدونس عشان نزين بيه الموضوع وبس خلاص، تمام. فانا هنا الرز اهو، الرز مستوي، انا سلقته بالشوربه بتاعه الفراخ، فانا مش هحتاج الشوربه دي خلاص، لان لو في رز ني كنا عشان طبعا الوقت انتوا عارفين انا على طول مبوظه حكايه الوقت دي، عندي مشكله. في طاسه هحط كده معلقه زيت وهشوح الفراخ اللي متنسله دي تشويحه كده بسيطه، يعني تديها لون وطعم كده. كوكو بقى، اهلا يا كوكو، اهلا وسهلا. انت هنا وانا بعمل كوكو برضه في نفس الوقت، لا مؤاخذه لا مؤاخذه معلش. يعني برضه احنا بنحب الكوكو كلنا. هحط بقى على الفراخ دي رشه ملح وفلفل، فلفل الاول كده بسيطه وملح كمان، هي طبعا مسلوقه وفيها ملح وفلفل وكل حاجه، بس ما دام هنديها تشويحه كده يبقى نرش لها سنه فلفل اسود مع الملح، وهحط فيها الزبادي، تمام، واللبنه والثوم والطحينه، ثوم ملح، حط الطحينه كمان كده، وهنحط كمان ملح وفلفل وعصير ليمون، كده ملح وفلفل وعصير ليمون، وهنقلب كل ده مع بعضه. هنا الفراخ اخبارها بهذا الشكل الظريف، وهحط لها بقى شويه زيت من فوق كده، يعني فته سهله قوي وطعمها جميل جدا. يعني طبعا الفته دي فته شاميه، يعني بيعملوها السوريين حبايبنا طبعا، يا رب بس تكون بعملها حلوه زيهم. حط لها شويه زيت زيتون، كده اهو بقى العيش، حط كده شويه من العيش، الطبق اللي انا هقدم فيه بقى، تمام كده اهو،
الرز عليها رز ايه ابيض مسلوق عادي خالص بمرقة الفراخ، الفراخ دي كده خلاص كفاية عليها تشويح لحد كده كده اهو. حطينا هنا كده الرز، حط بقى ايه الفراخ من فوق كده انت بقى لو عندك بواقي فراخ مثلا، بس بواقي ده يعني فات عليها يوم مش اكتر من كده ماشي، ممكن بقى تعملي الحركه دي ان انت النسايل بتاعه الفراخ تصحصحيها كده في حته زبده في حته سمنه، مش هتباب برضو ابدا في الاكله دي. صوص الزبادي الظريف ده ونحطه عليها كده من فوق مع اللبنه بقى، بيبقى ايه ظريف جدا. جربوها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، ظريفة كده وخفيفة على القلب بقى، يعني مش طعمها يرطب كده، جميلة. كلها بقى ايه شوية بقدونس كده حاجة بسيطة كده من فوق بقى، واقول لكم على اللي بعده كده اهو، لانها بجد ايه لذيذة خالص مالص. نشيل العيش الظريف ده برضو كده،